سنة كاملة مرت على أحداث 7 أكتوبر، 365 يوم من العدوان والمجازر الإسرائيلية المستمرة على القطاع. أصبحت فيه الأم والسيدة والطفلة الفلسطينية من أكثر المتضررات. بنتكلم عن جوع وفقر وفقدان وقتل للأبناء والأزواج. سنة كاملة مرت على العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولسه المرأة الفلسطينية امرأة قوية، امرأة صامدة، امرأة بتكافح وبتساند دايما لبلدها والأهلها للتخلص من هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم. قصص وحكايات ومواقف دل على ملحمة المرأة الفلسطينية نستعرضها دلوقتي مع حضراتكم، مع ضيفتنا اللي منورانا في استوديو الأستاذة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور، أهلا بيك. عام على العدوان، ولو هنتكلم على المرأة الفلسطينية بالتحديد، يعني شفنا هذه المرأة تنزح وتهجر من بيتها، زي ما كان لسه مصطفى بيقول قتل لأبنائها. إزاي الفترة دي كلها المرأة الفلسطينية قدرت أنها تصمد؟ هو الحقيقة المرأة الفلسطينية ورثت الجلد والصبر من جداتها منذ أكثر من 100 عام، وهي تعلمت أن تكون المناضلة والصابرة والشجاعة والمعلمة والمربية أيضا لأبنائها على القضية وعلى الدفاع عن قضيتها، وكيف أنها تواجه الصعوبات من خلال النزوح والتهجير والحروب المتكررة، الحروب المتكررة، النزوح المتكرر، التهجير القسري اللي بتتعرض له. حرب غزة يعني عام على الإبادة، هذه جمعت كل أكثر من 70 عام من التهجير، جمع كل أهوال 70 عام خلال هذه الأيام، خلال العام كامل. وما زالت هذه المرأة، بنقول إن هي صابرة وجلدة وتتحمل، ولكن هي في الحقيقة يعني الآن وصلت لمرحلة فوق إن نحن نتخيل هذا الوضع اللي لا نستطيع أن نصفه. أنا أكثر مشهد في بالي دايما هو المشهد بتاع السيدة اللي نزحت من بيتها بثلاث أبناء شالتهم على إيديها عدد كتير قوي من كيلومترات. ده أكتر مشهد يمكن بفتكره دايما لما بيجي في بالي المرأة من غزة واللي بتمر بالأحداث أو بتمر بالصعوبات اللي بيمر بيها القطاع. بالضبط، حتجدي أن المرأة هي دائما بتحمل أبنائها وبتنزح عشرات المرات، نزح خلال هذه الحرب وما قبلها من حروب، تجد دائما هي جاهزة لأي عدوان، لأي قصف، إنها تكون حاضرة كيف بدها تحمي أولادها في هذا العدوان. الجيش الاحتلالي تعمد استهداف البنية الاجتماعية، المجتمع الفلسطيني، من خلال استهداف المرأة والأطفال، واستخدم سلاح المرأة والطفل لضعف وابتزاز الشعب الفلسطيني وكسره وهزيمته وكسر معنوياته. النزوح القسري والتجويع والقتل والتشريد ما واجهته المرأة من أهوال، هي مطلوب منها مضاعف على المرأة، لأن هي المطلوب منها أنها تراعي أبنائها، أن هي تقف مع زوجها، تقف مع قضيتها، مطالب منها أن هي تحمي هذه العائلة، ولكن هي تتعرض لهذا الضغط الشنيع، أنها تفقد جوزها، أبنائها. خلينا نتكلم عن أهم القصص، وبالمثال يتضح الشرح. القصة يعني يمكن تجسد هذا الأمر، أبرز القصص اللي ما زالت عالقة في الأذهان من قطاع غزة، واللي بتجسد فعلا مأساة المرأة، الزوجة، الأم، أو حتى الطفلة الفلسطينية. نعم، نجد للأمهات الفلسطينيات اللي كانت بتجري على المستشفيات تبحث عن أبناء، فين ابني، من بين الأشلاء، وتحمل وتتقف مع زوجها. نجد المرأة الفلسطينية اللي شاهدت القنص على أمها، على أخواتها، على زوجها من أمام عينها. وجدنا المرأة الفلسطينية اللي تعرضت للهجوم من جيش الاحتلال وقاموا ب يعني أسر أزواجها وسرقة متعلقاتهم وقتل قتل الرجال أمام عيونهم. تعرضوا للاغتصاب والسرقة وفي سجون الاحتلال، بعض منهم تم إعادتهم والبعض ما زال أسيرات في سجون الاحتلال.
سمعت من 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 النازحات كيف انهم هم وجدوا امام عيونهم هذا التدمير، هذا من القنابل الفوسفورية لما بتقع، كيف الهجوم والنزوح والمخاطر اللي بتعرض اليها المرأة، تحمل على اكتافها ابنائها وتتعرض ايضا لعملية التجويع. يعني التجويع، حصلت الحرب والسيدات الحوامل أجهضت، كثير من النساء أجهضوا، اضطروا للولادة بدون مسكنات، بدون حتى عملية القيصرية، بدون تخدير، اضطروا إنهم هم حتى لم يستطعوا أنهم يرضعوا أبنائهم. الرضاعة هذه عايزة أقول إنه أقل يعني حقوق الإنسان الطبيعي من ماء ودواء وغذاء لم تستطع المرأة أنها تحصل عليها. يعني الأمم المتحدة وضعت تقارير عن من يومين بس عن محصلة المجازر الصهيونية خلال عام كامل، هذه الأرقام البشعة، ولكن يتقف عاجزة على فرض على الجيش الاحتلال أنه يحترم القانون الدولي الإنساني، يفعل القانون اللي وضعه لحماية المرأة، قانون 1325 واللي وضعته الأمم المتحدة لحماية المرأة في الحرب وفي السلم. طب مخيمات النزوح المرأة فيها عاملة إزاي؟ المرأة في مخيمات يعني في المخيمات تكدس المخيمات، المرأة في المخيمات تفتقر للخصوصية. إحنا عندنا قد تستطيع المرأة لا يعني لا تحصل على الملابس، هي تحت يعني أسمال مالية، لا تستطيع ان يعني ان هي انها تحصل على المزيد على ابنائها. المستلزمات الصحيه الخاصه بالمراه بالكاد تصل، ويتعمد احيانا الاحتلال انه لا تصل او انه يمنع دخول الاحتلال، مما تلجا للسيدات لاستخدام يعني عفوا القماش او الغسيل، يعني تغسل حتى تتغير سواء كان الا الخاص او لابنائها حتى الرضع، انها تحاول ان هي كيف تحصل على هذه الاشياء الخاصه جدا واللي بتمنع سلطات الاحتلال انها توصل. تكدس الخيم بيمنعها من الخصوصيه، وقوف طوابور طويل للحصول على المياه او حتى دخول المرحاض، قد يكون عفوا المراحيض قليله جدا للاعداد الهائله في مخيمات النزوح في رفح وفي مناطق خان يونس. هذه الاعداد الهائله يعني سببت في هذا الامراض، في الاوبئه، انتشار الامراض، انتشار الاوبئه، حتى مرض شلل الاطفال اللي المفروض ان هو انعدم في قطاع غزة للأسف عاد للمرة أخرى. هنا المرأة مطالبة إن هي تكون قوية وتتحمل إنها تدعم أبنائها في هذا الوضع، خاصة لو كان لها أبناء تم بتر أرجلهم وإيديهم وتعرضوا للحروق، تعرضوا لفقدان البصر. هنا الدعم كيف حيكون؟ الدعم انك تدعمي ابنائك وانت في نفس الوقت قد تكون مصابه، قد تكون تعاني من انيميا، من فقر غذائي، تتنازل عن وجبتها عشان تطعم ابنائها. فهذا ما نسمعه من ونشاهده. كارثه انسانيه بكل مقاييس. حضرتك يمكن قبل الهوا كنا بنتكلم مع بعض، حضرتك قلت ان ليكي زميله او صديقه كتبت على موقع التواصل الاجتماعي كلمة واحدة عبرت عن ما تمر به السيدة الفلسطينية، وهي نحن أنهكنا. إزاي المرأة الفلسطينية أنهكت بعد كل هذه المتاعب والدمار اللي مرت به في الفترة اللي فاتت وبعد قتل أبنائها؟ خليني أقول يعني هي بتحكي إن النزوح المتكرر عشرات المرات، نزح من هنا لهنا لهنا لهنا، فتعبوا حيروحوا فين؟ وحتى لما بيروحوا لمكان آمن، يعني سلطات الاحتلال بتعلن إنه هذا مكان آمن وتقوم بقصف المكان الآمن، فهي تعبت يعني حيروح فين؟ هم معرضين، يعني إحنا بنتحرك من مكان إلى آخر، بالكاد تصل المساعدات، ولو وصل المساعدات يعني المرأة الفلسطينية تستخدم المواد البدائية حتى إنها تقدر تطبخ، تقدر تعجن، تقدر إنها يعني تجهز وجبة الغذاء لأبنائها. هي لا تستطيع، يعني نسبة ما يحصل عليه الأطفال بالكاد لا يأتي يعني 10% مما
مما يحتاج الطفل أو المرأة، فهي لا هي قادرة تحصل على احتياجاتها الصحية ولا العلاج، ولا قادرة توصل لأبنائها هذا الاحتياج، ومطالبة إنها هي تنزح من مكان لمكان، مطالبة منها إنها هي تحت الدمار. حتى النزوح بيحمل المرأة أعباء، إن هي بتحمل متعلقاتها، بتحمل أبنائها، أيضا تتعرض للمخاطر، مخاطر هذه المسافات اللي هي بتمشيها، ما بنعرف ممكن يتعرضوا لرصاصة قناصة، ممكن للاستهداف من الصواريخ اللي بتنزل عليهم، أو إن ممكن للمخاطر أخرى. يعني في حالات الحرب بينشط النفوس الضعيفة، الإجرام أيضاً بينشط، لأنه يعني أنت في حالة حرب ممكن تاخد مفيش دولة، مفيش أمان، مفيش حاجة، صحيح؟ مفيش أمان، مفيش أمان، مفيش أمان نهائياً. فهذا كله مع بعد إنه بعد الحياة، إنهم كانوا حياة طبيعية، أصبحت الحياة غير طبيعية تماماً، وعام كامل لأي يعني أي نفس بشرية تستطيع أن تتحمل هذا كله. صحيح. أنا عايز أحط خطين تحت كلمة المرأة الحامل. حضرتك ذكرتيها كده. المرأة الحامل في فلسطين كيف تتعامل في ظل تردي الحالة الصحية في المستشفيات، في ظل نقص الألبان والمستلزمات الخاصة بالأطفال، في ظل كل هذا الوضع اللي يعني أعتقد إن هي أصلاً استثناء. إزاي يكون؟ بالتأكيد، بالتأكيد هي استثناء. المفروض إنه المرأة والطفل ليهم حقوق خاصة، وخاصة أثناء النزاع المسلح، وهذا الكفالة القوانين الشرعية. المرأة الحامل لما دخل عليها الحرب وجدت إن هي ما قادرة تحصل على يعني من الأدوية، من مستلزماتها، اضطرت الرعاية الصحية، عمليات الإجهاض 300%، يعني تمت، يعني حصلت حالات إجهاض نتيجة الخوف والهلع والنزوح والجري والحالة الافتقار للمواد الغذائية. من استطاعت أن تصل لفترة الولادة، يعني في عمليات ولادة كانت في ممرات المستشفيات بدون أي مسكنات، بدون أي تخدير لحالات القيصرية، يعني كانت. والأطفال الخدج بعضهم ما قدروا يصمدوا، وبعضهم تعرضوا للقصف، وبعضهم توفوا من الجوع. كثير من الأطفال أيضا يعني استشهدوا بسبب الجوع، مش من القصف، يعني بالإضافة من القصف تحت الخيم، تحت على رؤوسهم نزلت الصواريخ، برضو الجوع أثر عليهم. صحيح. الرضع سيداتها ما كانش تقدر ترضع، لأن هي مش ما بتحصلش على الغذاء اللازم إن هي تقدر ترضع أبنائها. صحيح صحيح. القانون الإنساني، اتفاقية جنيف، إحنا بنحكي، إحنا بنردد هذه القوانين اللي هي أصلاً لا تفعل صح. ولا تطبق. هي تطبق بس لشعوب لأوكرانيا تطبق للشعوب الغربية، ولكن حقوق الإنسان عندما يعني يحدث الأمر في العالم العربي أو في الشرق الأوسط لا تطبق حقوق الإنسان. لا تطبق. لو بصينا على الحالة الإنسانية في قطاع غزة وبصينا بشكل أقرب على المرأة الفلسطينية، هنلاقيها أن هي الأكثر معاناة على الإطلاق في كل مناحي الحياة، صحيا وطبيا وعلاجيا وإنسانيا. كلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل، وكان بصحبتنا الأستاذة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا، أشكركم جزيلا، وبشكر يعني وجودكم معنا ودعمكم، وبشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام المصري، وإحنا هنا برضو بندعم النازحات في على قد ما نقدر في مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.